السلام عليكم. في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الدرس السابع، الزوايا. الصفحة 34، الزوايا، الدرس السابع، les angles، الزوايا. الحصة الثانية، أكتشف وأتمرن. إذن أكتشف وأتمرن، عندي هنا في هذه الصورة كما كتلاحظوا مجموعة من المقصات، كل فتحة مقص تشكل زاوية، وهنا أيضا مجموعة من الكعكات ومجموعة من الساعات. مثلا هذا المقص فتحته تشكل زاوية، لاحظ هذه الفتحة هي زاوية، زاوية c'est un angle obtus، زاوية منفرجة، نسميها زاوية منفرجة لأنها على زاوية منفرجة، لأنها هي التي تكون قياسها أكبر من 90 درجة. إذا التمرين الثاني، جوبسارف لوفيرتور دو بيك دو شاك وازو. جوبسارف بمعنى ألاحظ، لوفيرتور دو بيك فتحة المنقار لكل طائر، إي جو رونج وأرتب لي زوازو وأرتب العصافير سولون لونغ ديتيرميني باغ شاك بيك، حسب الزاوية المحددة من كل فتحة منقار، من كل منقار دون لوغدغ كخواسون، في ترتيب تزايدي أي من الأصغر إلى الأكبر. نلاحظ هذا الطائر فتحة منقاره تشكل زاوية سي، هذا الطائر فتحة منقاره تشكل زاوية بي، هذا الطائر أيضا فتحة منقاره تشكل زاوية ا. إذا نرتب الزاوية الأصغر هي زاوية سي، نكتب سي أصغر من ا، الزاوية ا، وأصغر من الزاوية بي. ونأتي إلى نهاية هذه الصفحة 34، وشكرا.